السلام عليكم صحباتي، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. اليوم غادي نصايبوا معكم الرفيسه. ها نتوما معنا، عندنا هنايا درنا كيلو ديال الفرينة ونص كيلو ديال الفينو، الملح على حساب الذوق. بسم الله، غادي نديروا الماء. بسم الله، نديروا هاد التعجن. ها نتوما معنا، ودابا حنايا العجينه ديالنا ها هي تخلطات، خصها كي هكا عاد تزيد شويه. بغيت نوريكم واحد لاخر، دابا نديروا واحد المعلقه ديال السمن باش هذيك، ندير واحد المعلقه ديال السمن ها هي باش الرفيسه كتجينا فيها السمن كتجي زوينه بنينه. ها هي معلقه صغيره، هاني رجعت مع صحاباتي. دابا العجينه ديالنا ها هي صافي تعجنات، ها هي تبارك الله ولات كي هكا، تجي شويه خفيفه. انا بغيت نوريها لكم، هذه بغيت نوريها لكم حيت بغيت نديرها قدامكم باش تشوفوها. انا ديجا راني عجنه وحدها هي موجوده، وهذه درتها قدامكم باش تشوفوا، حيت عندي تبارك الله الرفيسه غادي نصايب بزاف، هذاك الشيء اللي قلت نوريها مع صحاباتي. يلا ها نتوما معنا. وهاني رجعت مع صحاباتي، ها هي العجينه ديالنا تعجنات ترخفات. دابا غادي نديروها في هذه، نحطها في هذه السوبيره، هذه نخليوها هاي نحطوها في السوبيره، خربها شويه ترتاح. دابا هذا اللي كنت عجناه انا قبل غادي ها هو ارتاح، غادي دابا شويه نورقوا هذا وغادي نخليوها ترتاح. وها نتوما معنا صحاباتي، انا غير بغيت نديرها قدامكم باش تشوفوها نتوما. هذيك هي تشوفوها وصافي، هاي نخليوها ترتاح. دابا نبداو بهادو، هاني رجعت مع صحاباتي. هاي دابا العجينه ديالنا الاولى اللي عجناها، هاي الاولى اللي عجناها غادي نبداو بها. ها حنا ها هما ثلاثه الحبات، غادي نورقوها شويه. هنا درنا الزيت، هنايا درنا الزيت وشويه ديال الزبده، هنا درنا الفينو ها هو. دابا نورقوا هذه، انا كندير ثلاثه ديال، كنورق ثلاثه ديال الحبات بحال دابا هذه ورقناها دابا هكا شويه. غادي نزيدو هذه، نورقوها هكا ونحطوها فوق اختها باش تجينا نديرو الفينو كي هكا. نورقوا هذه ها هي فوق اختها. غادي دابا ندير لكم غير ثلاثه نتوما، انا كندير حتى شحال ما بغيتو ديرو. حيت من بعد فاش كطيب كتبقى هذه تقسم، تبقى وحده فوق وحده كتقسم. دابا نديرو الفينو، علاش كنديرو الفينو؟ على حقاش باش كتقسم لنا العجينه باش هادو كيطيبوا تجي وحده مفروقه على اختها هكا. بسم الله، دابا نقصنا في نرقوها مزيان 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 هاي هكا. حنا نرقها باش، حيت الا كانت غليظه ما تجيش مزيان، خصها تكون رقيقه. ها هما وها نتوما معانا غير كي هكا هكا. ها هي، ونديروا المقله ديالنا تسخن ونحطوها. المقله ديالنا طيب، حطينا دوك الثلاثه اللي درنا، غادي نديروا شويه ديال الزيت وغادي نقلبوه غير كي هكا هكا. ها نتوما معانا، طروش الزيت غير شويه. دابا فاش كيبقاو يطيبوا غادي يبقاو يتحلوا هما راسهم. ها هي الورقه ديالنا دابا، شتي ها هي صحباتي. درت انايا هنايا درت غير ثلاثه، بغيت غير نوريكم ها هي ثلاثه. شتي ملي كطيب هي خصنا حنا محتاجينها تطيب غير كي هكا هكا هاي.
صافي هاكا ونحيدوها. ها هي كتفرق وحده على وحدها، ها هي وهذه وها هي. دابا نهزوها كتجي بحال ورق البسطيل. ها هي السلام عليكم صحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. ها حنا رجعنا معكم، ها حنا غادي نكملوا نصوبوا معكم الرفيسه. عندنا هنايا الثوم، راس ديال الثوم، الخرقوم، فلفل الكحل، سكينجبير مسخن، الملح على حسب الذوق. عندنا زرعه القزبر، هنا واحد معلقه كبيره زرعه القزبر. وعندنا هنايا السمن، وهانتوما معانا حيت انا هنايا راني دايره القوم بزاف، دايره القوم بزاف حيت عندي جوج ديال الدجاجات تقريبا، درت جوج معالق، جوج معالق كبار، ومعلقه فلفل الكحل. فلفل الكحل ما كثرتش منه. وهانتوما معانا صحباتي، ها هو بسم الله، هذا السمن الاول، ها هو هادو مسخن، سكينجبير، فلفل الكحل، ثوم محكوكه، الخرقوم. ها هما. عندنا هنا زرعة القزبر، وين كتعجبني زرعة القزبر في الدجاج كتجي زوينه. عندنا هنايا الملح على حسب الذوق، صافي صافي. دابا غادي نحركو هاد السمن هذا مزيان، ندخلو فيه هاد القوام. هاد القضية تنفع اليد حيت المعلقة مكتحركلناش مزيان. بسم الله، ها حنا دابا نخلطو هادو. انا ما كنديرش الزيت حيت دايره السمن، الزيت تاع من بعد نديروه. دابا انايا هاد الدجاجات غادي ان شاء الله نصايبو اليوم، غادي يباتو في هاد العطريه هادي، يباتو حتى الغدا ان شاء الله عادي يطيبو. نتوما الا كنتو مزروبين وبغيتو طيبوه طيبوه، لحقاش هما شحال ما باتوا في هذا الشيء كيجيو ليو زوينين. ها الدجاج راح نجبنا، غتسناه بالليم، الملح، سكينجبير، درنا له الفرينه حيت الفرينه كتقلع كاع داك ديك الشحمه ديال الدجاج وكلشي كتقلعو في الغسله. كنغسلوه بالليم والملح والسكينجبير وهذا، وفي التالي كنديروا له هذه الفرينه تحيد له كلشي، ديك الزفوره وداك الشيء كلشي كتحيد. ها هي هذه، نخدموها شويه مزيان باش تدخلنا الدجاج. ها هي، نتمنى ان شاء الله هاد الرفيسه نتوما تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. بسم الله، ها هو الدجاج ديالنا. بسم الله، دابا هذا غادي نرقدو هنايا هكا حتى الغدا ان شاء الله ونطيبوه. ها حنا صحباتي رجعنا معاكم، ها هو الدجاج ديالنا صافي شرمناه. ها هو هنايا كنحلوا له هادو كان باش يدخلوا فيه القوام هكا حتى هذا صافي. ودابا ان شاء الله غادي نديروا له بابي فيمي هكا، نخليوه ان شاء الله مقوم حتى الصباح ان شاء الله. وعندنا هذيك العطريه كامله اللي باش درنا لها ما درناش الزيت، درنا نص كاس ديال الماء صافي، وحتى الصباح ان شاء الله نطيبوها. ها نتوما معنا. السلام عليكم، حنا رجعنا معكم من بعد ما طاب المسمن ديالنا، خصو يجي كيما هكا. ودابا غادي نوريكم كي نديرو نقطعوه، نديرو بحال هكا، نهزو جوج ونويهم.
عندي مقص نقطع مقص. تقطع الرقيق باش يجي مزيان. دابا كنقطعو كيما هكا ومن بعد غادي يتفور. كنبغيو نطيبو كي طبنا الدجاج وكلشي نفورو ونوليو باش نصايبو به الرفيصه. صافي يكون رقيق. غادي نكملو نقطعو كاع هادشي اللي عندنا ونوليو معاكم. السلام عليكم صحباتي، كي راكو دايرين؟ لاباس بخير الحمد لله. ها حنا رجعنا معكم. ها هو الدجاج ديالنا اللي كنا صايبناه. ها هو دابا عندنا هنايا واحد ربعة د البصلات، حكيناه شويه طحناه شويه. ها هما طحناه شويه هادو باش نديرو فيه الدجاج. ها هو الدجاج ديالنا اللي صايبناه. دابا درنا البصله ديالنا هنايا، طحناها شويه ودرناها. هادي بسم الله نحطو الدجاج ديالنا. كنحطوه على الصدر كي هكا. ها هو تبارك الله صباح مخير. هكا عندي انايا هنايا غادي مع جوج دجاجات غادي ندير جوج كيسان ديال الزيت، زيت الزيتون. دابا عاد غادي ندير الزيت لان البارح ما درتش. صافي دابا غادي نرجعوه يتقلى ومن بعد نقطعو البصله ونحطوها فوقو. ها نتوما معانا. ها حنا رجعنا معاكو. ها هي داك الدجاج ديالنا اللي درناها، درناه يتقلى شويه هنايا الاول في هذيك البصله حتى كتهبط كترجع كي هكا. ها هي ملي كتهبط دابا داك القوام اللي درنا في الدجاج هو اللي طاح في البصله. ها هو دابا غادي نخول. دابا عاد نخول ليه هادي. علاش انا درت البصله هادي دابا قبيله باش تدير باش تهبط شويه وتجي عقده. دابا عاد نخول هاد البصله باش يطيب لنا الدجاج. ها هي هكا صافي. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء وصافي. ها نتوما معانا. ها حنايا دابا ها هي ديك البصله اللي حطيناها قبيله صافي شويه شويه بحال الاخرى. دابا في هذه المرحله هذه غادي نكبوا الماء باش نمرقوا. صافي دابا غادي نكبوا الماء باش نمرقوا هذيك هي باش يطيب لنا الدجاج ديالنا. ومن بعد نزيدوا له شويه ديال الكرام. غادي نوريه لكم نديروا الماء خطره وحده باش يطيب في الدجاج. تحمر غير تاكلا صافي. هذا هو الماء اللي محتاجين حنايا للرفيسه ديالنا. نديرو الماء خطره وحده ما نزيدوش. دابا غادي نديرو شويه ديال السكنجبير، شويه ديال السكنجبير، زرعه القزبر والمساخن حيت باش يعطونا شويه ديال اللون في هذه المرقه ديالنا. صافي وها نتوما معانا. بعد عاد غادي نطيبوا العدس والحلبه وكلشي ان شاء الله تكونوا معانا. ها دابا نخليوها طيب حتى يطيب. وما تنساوش مره مره هذا الدجاج مره مره كنديروا له بالموس باش يدخلوا الطياب. غير هكا في الجناب الصدر راني درت له انايا في الجناب وصافي باش يدخلوا الطياب. يلا وها نتوما معانا. ها هما صحباتي الدجاج ديالنا صافي على حالي طيب. دابا فهادي غادي نجعدو انا العدس كنت فزكتو
كنفسكو قبل باش ملي يطيب يجي هكا يجي مفرتت يجي حبه حبه. دابا غادي نهز لاصوص من هنايا ونطيبو ونخوي عليه هذا باش يطيب بوحدو، ما نطيبوش ما نرميش مع الدجاج باش من بعد كي ندير الفيسه نديرو غير من الفوق. دابا ندير هاد لاصوص هو يطيب فيها هو والحلبه صافي. وهانتوما معانا دابا ها هو العدس ديالنا، قلت لكم كنا في الزقناه قبل باش ها هو هنايا كنا في الزقناه قبل باش ما يطلقش دوك الجلوده فاش كيطيب. هزينا لاصوص من هنايا ودرنا فيها باش يطيب ومن بعد نخليوها ابارتي. والدجاج ديالنا ها هو ها هو صافي راه طاب. ها المرقه ديالنا تكون كي هكا، غادي تكون كي هكا راقده. ها هي ريها لكم كتكون عاقدة. هي كاين اللي كيدير ديك البصلة كبيرة بصح كل واحد واش كيبغي. أنايا كيبغيو لي البصلة رقيوقة كي هكا صافي. ونتمنى إن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم صحباتي، ها حنا رجعنا معاكم. هيا الرفيسة ديالنا صافي سالينها، دابا إن شاء الله غادي نبقى في التقديم صافي. ها هي كنديروا المرقه خاطره كي هكا. ها هي الدجاج ديالنا راه كيتحمر ايوا شويه ونوريكم التقديم ديالها.
هاني رجعت مع صحباتي، ها هي الرفيسه ديالنا دابا كسالات صافي وجدات وبالصحه والراحه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. ما تنساوش ديروا لنا جيم.